بس هذا انت رجع شوف هذه قصه حنبعل. هذا هو حنبعل سبحان الله. ترى حتى اغلب الخطط الجيوش الان ترى ماخوذه من القصص القديمه، حتى حصان طرواده ايوه وخالد بن الوليد كلها من قديم. قصته حلوه شنو رقم؟ وترى قسموها اذا تبون شيء برا ما في مشكله. الباقي خلوها برا يا خلوها برا، خلوا ثلاثه هنا وثلاثه برا. قالوا لازم جلسه واحده. جلسه واحده لا يبغون عشان اقرب تركي اقرب يا عيال الجوع. تعال يا سعيد تعال. تعال يا شد بالله جوع. اي والله تعال يا ولد. حتى انا وش ذا مو حلو. انا جميله دجاجه محمره. يا ولد تعالوا شاركونا هنا. صح دجاجه هنا يا الربع. فين؟ ازح؟ اروح كذا هي. كون ماي لا ما تجي صح؟ لا انا عشان الربع لا احد يضايق. ثاني ولا اول مره تعرفها ها؟ ايوه بس ترى انا بالتاريخ ضعيف ترى. بالعكس احنا ترى نستفيد من بعض يعني صادق. ايوه بس يعني انا اعرف نفسي يعني ان شاء الله اني والله انا احب الايام القادمه يعني اني اثقف. وترى في قصص تعتبر من الاسرائيليات. لبيك مزينك يا حبيبي بس ضلني بحر. ترى بعض القصص احيانا تفيدك. زي قصه العابد الزاهد. ايوه عنده صومعه. ايوه ما يطلع من هذه الغرفه، يصوم النهار ويقوم الليل. بسم الله. وفي ناس من هذه القريه عندهم اخت تعبت زاهد مسه وشيطان ويلفون بها. والشيطان كان يحاول انه يغوي هذاك العابد ما قدر، جاه من جميع الاتجاهات. فراح لأهل مين البنت هذه والشيطان وتلبس البنت، فصار ايش يوسوس لاخوانها انه روحوا للرجال ذاك. روحوا للرجال هذاك وانت منهم ما بيخرجها الا هو. وراحوا له وإذا قري عليها أسمع وإذا قرأ عليهم هدت، وإذا راحت البيت رجعت زي ما هي. وهذا على هذا الحال فقرروا أنهم يسافرون لتجارة. فقالوا ما إيش نسوي بأختنا بتتعب لو خلينا لوحدها، ما لنا اللي كان يقرأ عليها. فودوها للعابد وتاكل. والسوق والسوق الرابع يجمعنا الشتا يجمعنا خيار جلسة وناسة وشب النار كل من جينا ما حد يحتار. والسوق الرابع يجمعنا لابد نحرص على التطوير لأن الشباب بصراحة غير الجو يحتاج له تغيير. السوق يا ربع يجمعنا الواقع اليوم عالي العال قناتنا تجمع الأبطال أهل الوفا طيبين الفال. والسوق يا ربع يجمعنا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا. السوق يا ربع يجمعنا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا. السوق يا ربع يجمعنا. والسوق
قرب يجمعنا الشتاء يجمعنا خيام جلسة وناسة وشفتنا كل من جينا ما حد يحتام والسوق قرب يجمعنا لابد نحرص على التطوير الحاكم ويعلموه زي كذا ويمسكون هذا العابد ويحكمون عليه بالشن بصل اخضر حلو الجرجير بصل ابو عاب الله يخ كل ما يتبقى خفف زالت الكبسة ما هم حورك الله بس قرطاسة أهم شيء قرطاسة أنا عشان أمشي مشي رحنا نشرب كلنا صح الرجال يقوم العيش لا قام الرجال عاد يعوض خلاص صح ولا صح يبدا يجهك السلوم يا ايامي هنا نبدا هنا نبدا هنا نبدا قرطي اول ما تدخل ها شلون المخرج روح عينه تدري الرجال اللي خارج عمره اي تجم لي يا صدق على طول والله صدق انت منهم انت منهم هنا هنا يا مرحبا اهلين والله وسهلين الله يرحمك ويعافيك يرحم والديك وانا قصير مختفي كنت اسجل يقولون عطنا بيتين كذا في الوقت بنصورك صوروك انا راح اجيك احب الاضواء انا ولا ما تحب الاضواء ليش ما يدري ان الاضواء كلها ممكن ليش الاخ وطاط شو الشطه لا خلي لي يعني ذي قول خفاش اهون الاطواط فيها يعني شيء انا عنده صدقوا يا الربع والدنيا تدور واللي يتصدق ما يميل هنا ادمي جيبها جيبها خلنا نصب ترى حياتك من دبور في دبور مدت يدينك بانيات مالك طيب الوقف خير اصحابك اللي ما تبور طمن بعد ربي سنين ها سلام اي والله انا ابداكم كثروا من السوالف على الجنه الجنه طريها زين الله يجعلنا وياكم منالها اقول كثروا من سوال من السوالف على الجنه الجنه طريها ان شاء الله زين والله يجعلنا اللهم الجنه طريها زين الربع يدورون مشاكل الربع يدورون مشاكل عاش يا رب عاش تعش والله يسعد مش فارق معي عاش يا رب تعش مش فارق معي العشاء يا مرشد اي دونت كير نو تاتش شو على مخلفه يا عم سلمك من ياكل واجد تهميش والله هل أدت على كل هن والله يا رجل واحد من واحد لا 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 مدري مش عارف مدري يا ولد ممكن يتهاونون فيه لكن كبير من الكبائر كبائر حق العمل الطيب ايام كاريزما ايام كاريزما على الوقف وما الوقف
مقدم انت من اول اهم شيء الدعم حركته اهم شيء الدعم حركته قبل لا تدخل حركت الدعم ما صوت شيء ما عندك غريبة لازم انا والله سويت ذا الظاهر إن كان قلت المثل صح. صح. أنت على كل بنفسك وسوي. طلعنا ندخلنا. ها؟ طلعنا ندخلنا. مشان نتعرفنا على الرجال وخلنا. هذا اللي حاله تخفي. والله. عطنا موي. والله إن والله إن ضرمة من هذه أنا ما أنا قايلها من قبل. كشف الله سوى. حتى لو تردد. الحمد لله أنا عرفت الأمر ولا نروح. ولا الوضع فل تقاطع والله لان ما اني اهله باقي ما على العشاء ما عليك خلاص ايه هذا تواضع لا والله يسكت لكن بقول والله يا رجال انا اقول شرع في النعمه ايه شلون طيب ايه ما سلام تقول والسوق الرابع يجمعنا الشتا يجمعنا الخيار جلسة وناسة وشفتنا كل مجلة ما حد يحتار والسوق الرابع يجمعنا لابد نحرص على التطوير لأن الشباب بصراحة غير الجو يحتاج له تغيير السوق الرابع يجمعنا الواقع اليوم عالي العال قناتنا تجمع الأبطال أهل الوفا طيبين الفال والسوق الرابع يجمعنا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا والسوق الرابع يجمعنا الشتا يجمعنا الخيار جلسة وناسة وشفتنا كل مجلة ما حد يحتار والسوق الرابع يجمعنا لابد نحرص على التطوير لأن الشباب بصراحة غير الجو يحتاج له تغيير السوق الرابع يجمعنا الواقع اليوم راحتك صدعت ما عليك خلي يا خلي الله يجعلك يدري هذا مجدور ذا والله
من هو من هو من هو توك العلم وجلال اسمع عليك بالله هذا ما طاهر توك ما يا استاهر الله ابشر ابشر اذا النقص من يجويد يا 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 على العال قناتنا تجمع الأبطال أهل الوفا طيبين الفال والسوق الربع يجمعنا يا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا السوق الربع يجمعنا يا لا يا لا يا لا والسوق الرابع يجمعنا الشتاء يجمعنا خيام جلسة وناسة وشفتنا كل من جينا ما حد يحتام والسوق الرابع يجمعنا لابد نحرص على التطوير لأن الشباب بصراحة غير الجو يحتاج له تغيير السوق الرابع يجمعنا الواقع اليوم عالي العال قناتنا تجمع الأبطال أهل الوفا طيبين الفال والسوق الربع يجمعنا يا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا السوق السوق الربع يجمعنا يا لا يا لا يا لا والله ما عرفني الا انت هذا داغز محمد يقول مدينة الجلب بعتها انا والله صاد ما يقول تزلب ما يقول تقلب ما يقول تقلب الحتة تزلب تزلب اي تزلب تزلب بس ما ادري والله تدري ما ادري من يدري نعم بدري هو اي اي قال وش قال ها ما هو قال ولا شيء مرة ها لا اقول لا لا ضرب عليك يلا تقول لا اللي طاب قول لا جرى لا زودت عاد قول ايه
لا حلو ولا قوت الا بالله. لا اله الا الله. يا رجل ضحك على ايش؟ استغفر الله. والله جوي بطني بطني. حليت انا اضحك ولا انت؟ الحمد لله رب العالمين. يا لك الحمد. نعم وخير. يا ربي لك الحمد. لبيك. يلا لك الحمد حتى ترضى بعد الرضا. واذا رضيت قولوا هيا النشام. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد على كل حال. لبيك. وش العلم؟ ها؟ دريع رجعت عش. يناديني انا. قول رجعت عش. يا رجال ابغاك تقوم انا اصح انا معك. سجاد. روح سجدت. سجل رجعت. اخو ما شعر. انت شبعت؟ اي بس انا بسوي لي حاجه ان شاء الله. هذه طال عمرك نعمه جعل ربي ما يزول. هاي يا رب العالمين. يا الله يا ربي يا مطلوب عيني. يا الله لك الحمد حتى ترضى وبعد الرضا واذا رضيت. يا ربي لك الحمد. بسم الله. انا بشيل اللي عندي وانت هقول لا اله الا الله. حقا لا. صل على النبي نفداك. اللهم صل وسلم. الصحن ذا وش نسوي به؟ احطه في النص هنا بس انها جديد يود ما عاد بدك لك. احطها في النص بحطها بصحنها طعمه. اي حتى لا تنكتب. مع انه هذا طال عمرك. عمرك ما يكسر. في هجر ان شاء الله. ربي لك الحمد. حطها يا اخوك القطعه واحتاجها يا اخوك. اي اي وكان ركبتي ما هب الله يبشر. ابشر بيساعدك. بعطيك ركبتي يا ابن عمي. بعطيك الركبتين الثنتين. بعطيك الركبتين وعطني ركبه. انت ما شاء الله ركبتك على ركبتي. الله يكفيني شرط كل ما شاء الله. هجل هونا. بسم الله. لا اله الا الله. حق ابو يا اللي ما حسبنا حسابه. ايوه ودي فهد. طيب طيب يا فهد. طيب 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 يا فهد. طيب انت بيت مقلب ني خلاص. طيب طيب ما عليه. ما نقدم السبت يلقى لحد. زحمة قوية. انت انتبه على نفسك لا تحط راسك في راسي.